بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة على السؤال رقم 8، بيقول simplify x squared minus 25 over 2x plus 6 divided by x squared minus 3x minus 10 over x squared plus 5x plus 6. خلي بالك إن لما يكون عندك a over b divided by c over d هي نفسها a over b multiplied d over c. شفت؟ في بعض الحاجات كده لما بعرفها بتسهل لي الدنيا. طيب، فأنا كل اللي عملته كتبت المسألة تاني، x تربيع ناقص 25 على 2x زائد 6، بدل ما أقول divided قلت ايه؟ multiplied، خليت الاسم ايه؟ ضرب، بس جبت المقام بسط والبسط مقام، يبقى x تربيع زائد 5x زائد 6 وديت دي فوق، وجبت دي تحت على x تربيع ناقص 3x ناقص 10. x تربيع ناقص 25 انا عملت فاكتوريزيشن، ها بقت x ناقص 5 في x زائد 5، و x تربيع زائد 5 زائد x زائد 6 هي عباره عن x زائد 3 في x زائد 2، برضو عملنا فاكتوريزيشن للكوادراتيك ايكويشن ديت، و 2 x زائد 6 خدت الاثنين عامل مشترك بقت x زائد 3، و x تربيع ناقص 3 x ناقص 10 بقت x ناقص 5 في x زائد 2. فضلت بقى ايه؟ اشيل الفاكتورز الكومن المتشابهه فوق وتحت. شلت x ناقص 5 مع x ناقص 5، x زائد 3 مع x زائد 3، x زائد 2 مع x زائد 2. ماذا تبقى؟ تبقى فقط x زائد 5 على 2. فين الإجابة دي يا ترى؟ choice A لأ، choice B لأ، choice C هي الإجابة الصحيحة. طبعا حضرتك كنت ممكن من الأول تستثني ال B وال D، أصلا عمرهم ما يكونوا الإجابة الصحيحة. ليه؟ لو انت بصيت على المعادلة دي، صح؟ دلوقتي انا لما بقسم معادلة على معادلة، المفروض ان الفاينل انسر الاجابة تكون الدرجة بتاعتها اكبر باور فوق على اكبر باور تحت، صح ولا لا؟ طب هنا اكس تربيع واكس تربيع دولت راحوا مع بعض، خلاص دولت مش هيطلعوا، دولت لو طلعوا هيطلعوا رقم ثابت. لما بقسم بولينوميال على بولينوميال، شوف لما بقسم بولينوميال على بولينوميال الانسر بتكون لو الباور اللي فوق نفس الباور اللي تحت يبقى الانسر عباره عن رقم ثابت، لكن لو الباور اللي فوق اكبر يبقى الانسر عباره عن رقم في فرق الاكسات. يعني مثلا لو اكس باور 2 على اكس يبقى الناتج عباره عن رقم في اكس، لو اكس على اكس تربيع يبقى الناتج رقم في 1 على اكس. عموما فهنا طبعا هنا اكس تربيع وهنا اكس تربيع دوت هيروحوا مع بعض، هنا في اكس تربيع وهنا في ايه؟ اكس. يبقى المفروض الانسر تبقى اكس، دي اكس زائد 5 على اكس ناقص 1، استحاله، لان لابد ان الفاينل انسر تكون عباره عن اكس. فبين كده ان الاجابه ايه او سي هم اللي كانوا هينفعوا من الاول يعني، تمام. وطبعا بالحل طلعت الإجابة إيه؟ الإجابة رقم C. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.